السؤال اللي بعد كده، مين معانا؟ مين؟ السيدة أم أحمد، تتفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. أم أحمد، ازيك استاذ عمرو؟ الحمد لله، فضل ونعمة. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي 4 أسئلة. اتفضلي. السؤال الأول عن الصلاة. أنا سني 51 سنة، ما شاء الله، اتفضلي. وعندي سمنة زيادة، لما باجي أصلي وأنا واقفة على طول بيجيني كرشة نفس، ما بقدرش أكمل. طيب، فبصلي وأنا يبقى هنجاوب السؤال بسرعة. فأنت سؤالك إن أنا ينفع أصلي وأنا قاعدة؟ ابتدي الصلاة واقفة وقعدي. ما أنا بجي من الصلاة الأول وبعد كده بكمل بقية الصلاة وأنا قاعدة. ما عليكيش اسم، ده صلاتك صحيحة. بالعكس، أنا بقول لحضرتك ما تصليش غير كده. لو كان ده بتجيلك كرشة نفس بتذهب لفوق، ما تعمليش غير كده، لأن الشرع مش أمرك إن أنت تهلكي نفسك. يبقى صلي وأنت قاعدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدة. اتفضلي. ماشي. فده أول سؤال. السؤال الثاني، أمي بتسأل سؤال، هل هي بعد ما تتوفي ينفع إن أخويا يحضر معايا يعني مثلا في الغسل؟ او هو يكون حاضر يعني؟ هي ما زالت امه حتى ولو هي توفيت، بس الاصل ان احنا بنجعل النساء هي اللي تغسل النساء، لكن الحضور مع ستر عورتها. الناس برضو عندهم في فرق كبير جدا جدا ما بين التغسيل وحضور التغسيل. احنا لو في التغسيل هي مستورة العورات وابنها حاضر التغسيل ده عشان يطمئن ما حدش يخالف، لا يحضر. يعني هو ممكن يحضر بس مش هو اللي يغسل. ايوه، النساء هم اللي يغسلوها. طيب، نعم. السؤال الثالث، هي كانت بتسأل عن جدتي أنا الله يرحمها. كان فيه ابن أختها، معلش يعني، كان عامل حادثة والعربية ضربته، فهو كان على أسفلت، والكلام ده كان من زمان. فهي علشان تسقيه ما لقيتش حاجة إن هي تسقيه، فمعلش جلعت المغزه يعني الجزمة من رجليها وملتها وزجته بيها وهو بيخلص في الروح. هل هي كده عليها وزر؟ عليها أخذت ثواب، ومش بس أخذت ثواب، وربنا إن شاء الله يكرمها بده. هتعمل إيه؟ واحد بيموت وطالب إن هو يشرب، تشربه إذا كان هو محتاج للشرب وهو اللي طلب ده، وما كان إن شاء الله ليس عليها اسم، وليلة بس تبطل وسواس. هو كان يعني كان بيخلص في الروح. ما يا ستي، انا عارف اللي عندها دوت نوع من انواع الاشياء المترتبه على صدمه الفقد. فهو دوت ملوش دعوه بالدين، هي بالعكس عملت شيء ستثاب عليه، مش تحس بالخوف منه. السؤال الرابع. دلوقتي انا حماتي، انا هي مش قاعده معايا، ماشي، بس هي قاعده لوحدها. السؤال ده اهم سؤال، ما احنا عندنا ناخر اهم سؤال للاخر. اتفضلي. ماشي. فهي دلوقتي يعني هي على خلاف مع بناتها، فهي مشيلاني امانه ان هي لو توفت انا اللي اكون واقفه على الغسل وانا اللي اخد هدومها. فطبعا هي عيالها يعني جرأة زياده على الغسل. انت على الغسل واولادها لا؟ انا اللي اقف على الغسل واولادها لا. هي بتقول لك ايه؟ ما تقول لك ان انت ما تخليش اولادها يقفوا على الغسل ولا ايه؟ بتقول لي لا، انا مش عايزه اولادي يحضروني في الغسل، انت خليكي انت واقفه على الغسل. فانا بصراحه خايفه من ولادها، يعني ان خايفه من رده فعلهم. لو ان انت ما نفذتيش ده، ما عليكيش اسم. معلش، القرابه تنفي هذه المساله. لا، ما عليكيش اسم خالص لو ان اولادها وقفوا على الغسل. خلاص يا استاذه؟